يا روح قلبي أنت، ما كنت متوقع إني أشوفك هيك بعد كل هالسنين. بسيطة بنتي، لا تزعلي، ماهر قوي كتير، وقت كان صغير كان بس يوقع يرجع يوقف بسرعة ولا كأنه صاير معه شيء. ما كنا نشوفه عم يبكي قوي يتوجع، وبكرة رح يقوم ويرجع لنا ماهر إن شاء الله. أختي، إذا عم نقول إنه ماهر أبونا، نحن مو لازم نزعل عليه هلأ. شش، سكوت، بلا ما حدا يسمعك هلأ. شبك يا أمي؟ ما قلت لك بدك تخففي بكي من شان صحتك؟ شو يعني بدك في أخي وتنامي محله؟ بصير هيك؟ شو بدك يعني أعمل وأخوك بين الحياة والموت؟ فكرات، شو رأيك أنا عم فكر إنه ليش نحنا نضل قاعدين كلنا هون وناطرين؟ آه، أكيد آسيا هلأ بتكون تعبانة لأنه السفرة كانت طويلة عليها كتير وبعدها صار الحادث، وحرام هالولاد ينطروا. ليك فكرات، أنا عم قول ناخدهم على البيت ليرتاحوا شوي. طيب، شو رأيكم ناخدهم على البيت لحتى يرتاحوا؟ لا، نحنا هيك مرتاحين، بس ما فيك تضلي على هالحالة، روح ارتاح. لا، إذا بدكن أنتوا روحوا. طول ما ماهر نايم بالعناية المشددة أنا ما فيني روح وأتركه. لا تخافي، أنا رح ضل قاعدة هون بخبرك شو بيصير معه، بس أنت لازم ترتاحي، حرام مش هالولاد كمان. أنا ما بتفرق معي، بس أوغور أحسن له أنه يروح ويرتاح بالبيت، لساته تعبان شوي. نحن ما بنعرف حدا منهم، كيف بدنا نروح لعندهم على البيت يعني؟ أمي، ما في معنا مصاري، يعني وين بدك نروح بحالنا؟ ولعند خالتي ما فينا نروح. أنا لازم دبر مصاري. أمي، خلينا نروح ومنرتاح شوي، الجماعة كتير حبابين. إمتى ناويين يقرروا شو رح يعملوا؟ طولوا كتير وهن عم يتناقشوا. وطي صوتك بلا ما يسمعوك هلأ. خلونا نروح نرتاح، الولاد كتير تعبوا اليوم. ايه طيب مرت اخي، اتفقنا، لكن اذا هيك يلا امي انتي روحي معهم على البيت وانا رح ضل هون مع اخي لحتى يفيق. لا لا، قبل ما يفتح ماهر عيونه انا ماني متحركة من هالمشفى شو ما صار. هاي امي وبعرفها وما رح تغير رأيها، لكن انتوا روحوا على البيت وما في داعي تنطروا اكتر. طيب نحنا رح نروح، بس مين بده يسوق السيارة؟ ايه إذا بدك أنا بسوق عادي. آه خلاص، انحلت المشكلة، لكان نحنا رح نروح. يلا، شايف كيف ما في غيري ما بيعرف يسوق؟ يلا خاطرك أمي، يلا.